هذا جوز هزاز مع انجليزية. جوز هزاز حلو، حلو قوي يعني. حطيتهم الحين حاليا في قفص او في سلاكة صغيرة حق الانتاج. يعني شفتهم في السوق عجبوني صراحة، هذا خصوصا الهزاز هذا اللي هو الذكر شفته في السوق وعجبني، يعني كشكل يعني شكله حلو، يعني لونه اللي هو اللون الكريمي البار، ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله البركة. يعني أتوقع يعني يطلع يعني منه إنتاج، بس إنتاج يعني مهجن زي ما يقولوا، وإذا ما صلح يعني لحق الإنتاج نخليه غرار حق يعني نخليه غرار حق الفصيلة الثانية حق الزينة، يعني حق الحمام الثاني يعني نستخدمه وبس، يعني ما في شي ثاني. حطيت لهم الأكل والماي ما شاء الله، هذا الأكل وهذا الماي، المية نظيفة والحمد لله والشكر لله. سلام.